شكرا للزميل تركي أشديد وزملاء الكرام في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأنار دروبكم بالمسرات. مرحبا بكم معنا عبر SSC في الجولة 27 في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونحن مع الجولات الأخيرة وسط هذه الجماهير الكبيرة التي تحضر في مباراة اليوم في استاد مدينة الأمير عبد العزيز. النصر والطائي، وعندنا كرة أولى نصراوية عرضية خطيرة أمام المرمى أرجنتيني روسي، هنا كرة نصراوية خطيرة وفرصة، ضاعت الكرة الأولى النصر، وعندنا كرة نصراوية الآن خطيرة 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 ومحاولة من جانب كونان، وخطيرة للطائم بنزا، وكرة أمام المرمى، وألفارو يخطف الكرة، ألفارو يخطف كريستيانو، يحاول كريستيانو، مر كريستيانو، وكرة يحاول في أمام، يا سلام يا سلام يا سلام يا فنان، يتقدم في كرة ويحاول، لكن هنا كرة أمامية وسريعة وانطلاقة، وعلى جهة اليسرى عرضية بعيدة بعيدة بيطاي، وحضور جماهير كبيرة أيضا، هنا كرة وانطلاقة سريعة، لكن عند سعيود يتقدم سعيود لموسونا، وكرة لموسونا في محاولة من جانب غريب، يمر غريب، خطيرة نصراوية، وفرصة فرصة خطيرة خطيرة خطيرة، وبالقدم اليسرى بعيدة جدا من جانب عبد الرحمن غريب. بنزا يلعب كرة، بنزا موسونا، وتمريرة موسونا، وعادت لموسونا، خطيرة للطاي، وتمريرة لمبنزا طويلة على كرة لكريستيانو، وعلى اليمين انطلاقة وعرضية الغنام، ثم لعبدالله الخيبري، تاليسكا مار تاليسكا، وتقدم تاليسكا، تمريرة لم تكتمل والعرضية حاضرة وخطيرة من روس، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج لسعيود، راح سعيود، انطلق سعيود، يتقدم سعيود، وحكم المباراة سيد عبدالله الخربوش يمنح بطاقة صفراء. سعيود يلعب العرضية ومحاولة خطيرة للطائي أمام كونان، يعيد للخيبري، محاولة وتمريرة جميلة طويلة جدا، وتاليسكا يلعب العرضية، وكريستيانو جميل اللقطة، جميل اللقطة ورائعة، وعرضية لسعيود، يمر سعيود خطير وفنان وسريع ومهاري، ويكسب خطأ مرة أخرى في وسط الملعب، خطأ لمصلحتي، سترة انطلاقة لغريب، محاولة لغريب، وغريب عرضية، وكرة خطيرة، صار حرزان يمرر تمريرة جميلة، وحرزان عرضية، وخطيرة أمامية وخطيرة، وكريستيانو وكريستيانو، وكرة لبراغا، براغا براغا يبعد كرة أمام البرتغالي، والعرضية حاضرة الآن، وبراغا يتناولات للنصر، وانطلاقة سريعة، وكرة خطيرة، وفرصة، وراسية غريب إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى لكونن، الإفواني على اليسار، يرسل كرة أمامية للطائي، يا سلام يا سلام، وكرة لموسونا، سعيود يحاول، كرة من جديد نصراوية لكريستيانو، خطأ، وكريستيانو يتقدم، والتصويب اصطدم، يا سلام، وعرضية، وكرة، وخطيرة، رمية جانبية نعمت للجامي، عرضية للجامي، وبرادة من بنزا، خطيرة للطائي، وكرة لموسونا، وموسونا على جهة اليسرى الآن، كريستيانو لغريب، تمريرة ناجحة، وغنام إلى جانب تاليسكا، يمرر لتاليسكا، والتصويبة منتظرة، والأربعين، وكرة لسلاهم على اليسار، فرصة، والتغطية منتظرة، يلعب كرة قصيرة لغريب، ثم لكونان، وكرة نصراوية، موسونا، ضيع الكرة موسونا، عاد وتحصل عليها، والتمريرة والتصويبة بالقدم اليسرى بعيدة، بعيدة من الكرة لسلاهم.
والتمرير عرمية من السلام طويلة وعرمية. غنام ينتظر يمرر للسلام والكرة للغنام سريعة نصراوية. تاليسكا يحاول يمرر لكريستيانو تصويبه والكرة قوية وصلت لسلام. يمر السلام وتصويبة ضعيفة صدمت الكرة وراحت عند سلام والمحاولة ما زالت نصراوية والسقوط على أرضية الملعب وحكم المباراة الآن يمنح كريستيانو بطاقة. هل تستدعي أن يكون فيها ضربة جزاء؟ القرار عند الخربوش والحكم يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ضربة جزاء من دون شك. يتقدم الآن كريستيانو، لا يمكن أن يضيع، لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات. كريستيانو يتقدم للنصر بالهدف الأول، حط الكرة على يمين براغا وتقدم النصر. يلعب الكرة لغوستافو سلاهم عرضية تقدم والغنام على اليمين. الغنام يلعب كالعادة كرة لتاليسكا والتمريرة ومرور وكرة وفيها مخالفة لكريستيانو. فرصة للدون، مر كريستيانو ومر الكرة خطيرة. غريب يمرر لغوستافو وعرضية راسية ينتظر يمرر لكونان عرضية من كونان تمريرة بينية وانطلاقة سريعة وعرضية راسية ونقطة. ينتظر ثم تمرير على جهة اليسرى لنواف عرضية نواف. وصيف الدوري وكل عندنا فيها محاولة غوستافو عرضية. تاليسكا مع الغنام يلعب العرضية الغنام إلى جانبه ويز غوستافو يلعب الكرة العرضية والدقيقة 69 موسونا على الطرف الأيمن انطلاقة سلام تمريرة عرضية وسريعة ومحاولة مرور ناجح وتمريرة. مدرب الفريق عند الخيارات دائما وعند القرار عند العرضية. وأيمن يحيى تغييرين دفعة واحدة وكرة عرضية وخطيرة جدا خطيرة للطائي لكن مبنزة أمام تغطية. محاولة للطائي من الثابتة والعرضية حاضر عبد الوهاب جعفر مر ولعب كرة تمريرة جميل. الطائي على مستوى خط الدفاع عندنا كرة فيها تمريرة بينية والدوري والنصر عنده مقابلات أيضا مهمة وهناك كرة عمومية. سين قاسم يا خطف كرة تاليسكا وكرة تاليسكا لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرة. تاليسكا لا يمكن أن يضيع. تاليسكا يخلص المباراة يسجل الثاني خطأ فادح من جانب حسين قاسم وهدف نصره.